السلام عليكم ومرحبا بكم في تحدي جديد سوغ كيزاكو.كوم. التحدي ديال اليوم هو على قابلية القسمة على 7. شوفوا نريكم انا واحد الطريقة باش كنحسبوا اي عدد موديلو 7، وكنخلي لكم ثم الطريقة او البرهان على النجاعة ديال الطريقة هذه، يعني ان برهان ان الطريقة هي طريقة صحيحة وبها نقدر نعرفوا اي عدد موديلو 7. الطريقة هي التالية، كناخد عدد، مثلا انا خديت هاد العدد اللي حدايا هنا 7 8 7 9 8 4 4 6 4 0، بغيت موديلو 7. بون نتوما شفتو كاك لاتريس سباق موديلو 7 شاطك، ولكن انا هنا كاين واحد الطريقة نحسبها مانيوالو بالسيلو ديالي. الطريقة هي كالتالي، كناخد هاد العدد كنقسمو على هاد، كناخد كل جوج الاعداد، هاد العدد الكبير كناخد جوج الارقام جوج بجوج، يعني ناخد 40 من وراء غناخد 46 من وراء غناخد 84 من وراء غناخد 97. شي الرقم ديالي كنقسمو طروفا، فهمتي؟ بحال كتقول دي بيت دو دو، وكل واحد من هادو كنديرو موديلو 7 ونحسب شحال غيعطي. مثلا 40 موديلو 7، نتوما حتى عندكم مع المات هو 5. دينا 46 موديلو 7 غتعطيني هو 4. 84 موديلو 7 غيعطيني صفرون، و 79 موديلو 7 غادي يعطيني تبارك الله يعطيني جوج. اوكي، اش كنشد من بعد هاد اللي خرج ليا في لي موديلو؟ كنضرب الاول في واحد، الثاني كنضربو في جوج، الثالث كنضربو في 4، وكنعاود تاني. الاول كنضربو في واحد، الثاني كنضربو في جوج، الثالث كنضربو في 4، هانسي سويت، وكنحسب كل وحده من هادو شحال غتخرج ليا. 5 في 1 هو 5، 4 في 2 هي 8، 0 في 4 0، و 2 في 1 2. من بعد كندير لاصوم ديال هادشي، كنحسب هادشي شحال غيعطيني في لاصوم. 8 و 2 و 5 هي 15، حتى هي كنعاود ندير ليها موديلو، بويسكو حتى هي غير دو بيت، موديلو 7 عطاتني 1. اذا فان هذا العدد موديلو 7 يساوي 1. فهمتوا الطريقه؟ الطريقه هي هذه، سهله مالا. كيبقى لكم تبرهنوا لي على ان هذه الطريقه فهي طريقه ناجعه. كان معكم رضوان سوغ كيزاكو.كوم. السلام عليكم.